عملت اسنانك قبل كده؟ اسناني؟ يعني بتروح دكتور اسنان؟ لا لسه هروح. طيب تخيل ان انا دلوقتي الساده مشاهدينا المحترمين في دكتور وانا طلبت بالاسم ان انا الحقيقه يعني يكون يعمل معايا مداخله، هو طبعا مش يعني مش محتاج الكلام ده بس احنا شرف لينا. هو شخص مواطن مصري اسمه الدكتور محمود سعيد، استشاري محترم جدا في الاربعينات، يعني انا طبعا اصغر منه بس هو شخص جميل جدا. لما حد بيروح له هو لما يشوفه غلبان، وعلى فكره عنده في كذا مكان، عنده في شيخ زايد وعنده في فيصل، لما حد بيروح له ما معهوش فلوس بيعمل له كل حاجه. فانا حبيت اشكره على الهواء، انا عارف ان ده خارج نص البرنامج لكن احنا برضو في الاخر زي ما قال عبد المنعم بيه ان الاعلام دوره مهم. خلينا نرحب بالقائد الانسانيه طبيب الرحمه الدكتور محمود سعيد، استشاري طب وجراحه وتجميل الاسنان. مساء الفل. احنا خدناك من بيشنت ولا حاجه ولا الدنيا تمام؟ هي حقيقه فعلا يعني تنوروني يا فندم. اولا انا بشكرك باسم البرنامج على يعني روح سعادتك الطيبه اللي بتعمله مع كل الناس يعني. لا انا ما بعملش حاجه والله خالص يعني انا اساسا مفيش اي حاجه يعني انا ما بعملها اقل مما يجب يعني. يا دكتور محمود انا بشكرك واسمح لي ان انا يعني ارد لحضرتك هذا الامر. يا جماعه انا هو بقول وده اعلان، اللي عايز يطمن على اسنانه بشكل امين يروح للدكتور محمود سعيد المحترم. بشكرك يا دكتور محمود، بس انا ليا سؤال بقى علشان انت الدكتور ايهاب هيكل صديقي يعني صاحب البوب طبعا. قول لي حضرتك تنصح الناس بايه يا دكتور محمود؟ سؤال كده، تنصح الناس بايه في موضوع الهوليدي والتشيز والحاجات دي كلها؟ هل الانسان محتاج ان هو يجمل اسنانه ولا يعالج اسنانه؟ لا معلش ممكن تعيد السؤال تاني؟ عشان هل البيشنت او هل المواطن محتاج يسعى على تجميل الاسنان ولا المفروض يعالج اسنانه عشان تبقى قوامها صحيح ومكان دور على التجميل؟ ايهما اولى؟ يعني بص هقولها لك بوضع يعني بوضع بلدي. انت العماره لو انت حطيت عماره جميله من فوق وما لهاش اساس هتفيش؟ لا طبعا لازم ليها اساس. هي ده الاساس للعلاج الاول، لازم مفيش اي تجميل من غير اساس. لو هي اسنان كويسه واصلها كويس والجذور بتاعتها كويسه حالتها كويسه نجمل الصبح عادي. لكن لو في اسنان بايظه، لو في تسوس، لو في مشكله في الجذور، لو في مشكله في اللثه، لو في مشكله في العظم، دي لازم كلها طبعا تتظبط الاول قبل ما نعمل اي عمليات تجميل. ودي مشكله كبيره اللي بتقابلنا حقيقه، ان في ناس كتير بتعمل تجميل من غير ما بيظبطوا الاساس، يعني اللي هو ايه؟ يبقى احنا بنسميه الى حد ما شغل تجاري، يعني انا بقلب المريض عشان ما اتعبش نفسي انا كدكتور، وبعد كده المريض بقى بتيجي على يعني على حساب صحه المريض يعني. تمام، طمني على الدكتور امير عندك بيعمل ايه واخباره ايه معانا؟ ولا هيبقى دكتور شاطر ولا ايه ده؟ خريج البيو ايه ده؟ ان شاء الله باذن الله دكتور امير من الناس الواعده يعني الطب الاسنان. انا بشكرك يا دكتور محمود، بشكرك على وقتك الثمين وشكرا مره ثانيه طبيب الانسانيه دكتور محمود سعيد استشاري طب وجراحه وتجميل اسنان. معلش الواحد دايما كده بيحب الناس المحترمه يرقى أول عليها. اول بيشنت عنده حاجه تروح له خلاص؟ لا خلاص كده هروح بس كده ليها نسبه في الكشف. مفيش مشكله. انا هرجع لسعادتك تاني. احنا عارفين وحضرتك وانت قلت لنا ان خلينا ان احنا هنزور المشاريع دي، بس قول لي ليه اجي عند حضرتك ما اروحش عند حد تاني؟ طيب مبدئيا